أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. أحسنت بارك الله فيك. أحمد يمكنك استخراج الندود ومعرفة أنواع الآية الآية الأولى التي قرأت بها. نعم كلمة للملائكة وهي علينا الآية الأولى أولا. نعم وإذ قال ربك للملائكة وهي مد متصل. الملائكة فيها مد. نعم فيها مد متصل. نعم لأن جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. أحسنت جواب لطيف جيد. وقالوا أتجعل. نعم وهو مد منفصل. نعم وذلك لأن جاء حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. جيد. والكلمة الأخرى هي ويسفك الدماء. ويسفك الدماء. نعم وهو مد متصل. نعم لأن جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة في كلمة الدماء. الدماء. نعم طيب.
وقال إني أعلم، فهو رد منفصل. لأن حرف المد أتى في كلمة والهمزة أتت في كلمة أخرى وهي أعلم. أشكرك بارك الله فيك. طيب إذا سألتك يا أحمد عن هؤلاء، المد في هؤلاء ماذا تقول؟ فيها مداني متصلان. طيب ماذا تقول حضرة الضيف الشيخ الكريم؟ نعم، عن الجواب أحمد في كلمة هؤلاء. نعم، في الجواب نعم. أن المد في هؤلاء فيها مدان، الأول منفصل في ها وهو اسم إشارة ها، وأولئي الكلمة الثانية التي فيها الهمزة الثانية للمد المنفصل والهمزة الثالثة اللي هي تكون في المد المتصل، فيها المد ينها هاتين المدين، الأول منفصل والثاني متصل. فهمت يا أحمد هذه الملاحظة؟ حضرت ما يعني بتكلم عن قراءتك، ما رأيك بها؟ قراءته يعني جيدة. ويحتاج لبعض الأمور، يعني في موضوع الإقلاب أخطأ في أنبئهم وأخطأ. كيف يجب أن تقرأ؟ نعم نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هكذا تقرأ. النون عند الباء يتم الإقلاب ثم الإخفاء عند الباء. طيب نعم، هل هناك ملاحظة أخرى؟ نعم، قرأ من ربه، قرأ في بالتكرير، وهذا تكرير راء سبق وأن تكلمنا عليه أنه من كل تكرير للراء يتولد راء جديدة، وهذا خطأ. صحيح. كان يقرأ من ربهم هكذا، من ربهم خطأ، وإنما يجب عليه إلصاق الراء في مخرجها عند الحنك ولا حتى لا تتكرر، كان يقول من ربهم. نعم هكذا. نعم هل هناك ملاحظة أخرى مثلا؟ وقراءته نعم جيدة جدا، وإن شاء الله له مستقبل في قراءة القرآن. طيب شيخ، عندما قرأ ولا قلنا وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا. نعم، هل هناك ملاحظة؟ نعم فيها ملاحظة. نعم، هنا الجيم مضمومة وهو لم يعني يعطي حقها. نعم، في ضمة الجيم يجب عليه ويقول وإذ قال ربك وإذ قلنا الملائكة اسجدوا سجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. لاحظ يا أحمد سجدوا الدين. الحقيقة شيخنا أن حقيقة الفعل سجد المضارع يسجدوا عبد يعبدوا من الباب الأول من باب نصر ينصر. نعم، نصر ينصر سجد يسجدوا سجد. العفو، كم لحظة شيخ، عندك ملاحظات أخرى؟ قراءة جيدة يعني إن شاء الله له مستقبل في قراءة القرآن الكريم. أحسن. ما رأيك عندما قال مثلا فتلقى آدم؟ آدم نعم. فتلقى نعم. هنا فتلقى آدم. نعم. الأليف في فتلقى فيها استفال. نعم. وفيها مد منفصل. كان نعم. يقرأ بالمد. نعم. بالمد المنفصل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أفلح. يعني حرف القاف هنا يحتاج إلى شيء من التفخيم؟ نعم نعم، القاف مفخم. نعم، فهمت يا أحمد؟ بارك الله فيكم. طيب أحمد، هل يوجد إظهار في الآية مثلا وقلنا تعرضي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟ هل هنا إظهار؟ كلمة اسكن أنت، النون ساكنة وأتى بعدها حرف إظهار. حرف الهمزة. حرف الهمزة. فصار عندنا إظهار. نعم. وكلمة منها رغدا. نعم. أيضا النون أتى بعدها هاء، هو أيضا من أحرف الإظهار. ما هو حرف الإظهار أحمد؟ هي الهمزة والهاء والعين والغين والخاء. طيب أحمد، إذا سألتك عن يا آدم، يا آدم ما هو المد هنا؟ هنا مد منفصل. يا منفصل نعم. وذلك جاء حرف المد وبعده الهمزة، وهناك مد بدل وهو أن تأتي الهمزة قبل حرف المد في كلمة آدم. هل هناك من آية تحفظ في مد البدل مثلا تأتي على ذلك في الآية المعينة؟
مثلا كلمة آية. أي مثلا آية مباركة مثلا تقول آمن الرسول بما أنزل. أنزل إليه. آمن. 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 أصلها؟ آمن. أحسنت أصلها آمن. إذا هننتقل أيضا إلى حضرة الشيخ ويقرأ لنا يعيد قراءة الطالب. قراءة المثل جيدا بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى
تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك حضرة الشيخ. عزيزي المشاهد، أرجو أن تكون قد استفدت من هذه القراءة الجيدة